ناس بلد العراق والأصالة من أجمل البلدان السياحية التي تستحق الزيارة في القارة الإفريقية، حيث تتميز بموقعها الجغرافي وإطلالتها على شواطئ البحر الأبيض المتوسط ومعالمها التاريخية المتنوعة التي ترجع إلى آلاف السنين، من مساجد، جزر رائعة وشواطئ خلابة. هذا بالإضافة إلى المعالم السياحية الحديثة كالمولات وأماكن الترفيه الرائعة. كل ذلك عزز من مقومات السياحة في تونس وجعلها وجهة السياح من مختلف دول العالم. تعالوا معنا لنتعرف على أجمل 6 شواطئ في تونس أنصحكم بزيارتها، لكن لا تبخلوا علينا بالاشتراك وتفعيل الجرس ليصلكم كل جديد. أولا، شاطئ الحمامات. يمتد شاطئ الحمامات على طول المنطقة الجنوبية والجنوبية الشرقية من مدينة الحمامات، وهو من أجمل شواطئ البحر الأبيض المتوسط، ويعتبر الشاطئ من أجمل المناطق السياحية في تونس وأكثرها زيارة، وهو ملاذ أهل المدينة خاصة في فصل الصيف. ويشتهر شاطئ الحمامات بمياهه الزرقاء والفيروزية النظيفة وطبيعته المتنوعة الخلابة التي تحيط به، والتي تضم عدة مساحات خضراء وجبال وصخور. ثانيا، شاطئ سيدي علي المكي. يقع شاطئ سيدي علي المكي في معتمدية غار الملح بولاية بنزرت، ولطالما استقطب هذا الشاطئ عديد السياح الذين يأتون من مختلف المناطق التونسية وحتى من الخارج للتمتع بروعة مياهه وصفائها. ثالثا، شاطئ قليبية. يعد هذا الشاطئ من عشر الشواطئ التونسية، ويمتاز بنقاء مياهه ورماله الفضية، وقد جاء شاطئ قليبية في المرتبة 7 عالميا من بين 35 شاطئ من حيث نقاء المياه والأكثر شفافية في العالم، حسب تصنيف لصحيفة دايلي نيوز ديغ سنة 2014. رابعا، شواطئ جربة. تمتاز جزيرة جربة بشواطئها الرملية الجميلة، وهي تعد عامل جذب لعدد من السياح الذين يأتون للتمتع بالشواطئ الرملية الساحرة والمياه الصافية وزيارة المعالم الأثرية للجزيرة ومنتجعاتها السياحية. خامسا، شواطئ الهوارية. الهوارية هي مدينة تونسية تقع على الطرف الشمالي الشرقي للوطن القبلي، تقع على بعد 110 كيلومتر من تونس العاصمة و80 كيلومتر من جزيرة صقلية. وتتميز شواطئ الهوارية بكثرة الكهوف والمغارات التي تعود إلى الفترة القرطاجية، إلى جانب شواطئها الخلابة الرائعة. سادسا وأخيرا، شاطئ طبرقة. يجمع شاطئ طبرقة التابع لولاية جندوبة بين الرمال الذهبية والصخور الرملية، ويستقطب عديد التونسيين والسياح الذين يزورونه للسباحة والغوص تحت المياه أو التمتع بشمسه. وفي الأخير، كانت هذه قائمة بأجمل 6 شواطئ في تونس. أتمنى أن تكون أعجبتكم. دمتم سالمين، نلتقي في الفيديو القادم. Run free and dive into the sky. Hear the wind crying.